الرحمن الرحيم. يسرني أكون معكم هذا اليوم، وأنتم تمثلون بلدكم وبلدكم كما تعرفون، نتشرف جميعا بتمثيله. قبلة المسلمين بلاد الحرمين من طلق العروبة، فلذلك أنتم فوزكم هذا مكسب لبلدكم. وعلى كل حال يعني ما هو من السهل توصل شيء دولي مثل هذا، ومحبكم يغبطكم عليه، واللي حاسدكم يعني يزول حاسده. لكن مع هذا كله أقول اعتمدوا على الله قبل كل شيء، واعملوا جهدكم كله، العلم عند الله. وأتمنى لكم مرة ثانية التوفيق، وأن ترجعوا لبلدكم سالمين غانمين، والحمد لله وشكراً.